السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه صحح لي. ده الموقع لو انت بتكتب حاجة بالعربي وعايز تتأكد من اللي انت كاتبه، فبيعمل لك تدقيق املائي وتدقيق نحوي. خلينا نقوله صح الان. بيقول لك اكتب اللي انت عايزه، اكتب تمام، وبعد كده ممكن تقول له ابدأ التصحيح، فهو يبدأ يتأكد لك من الكلام اللي انت كاتبه. لو في اي مشاكل يبدأ ان هو يقولها لك، تمام. ممكن يعرض لك المرادفات للكلمة دي وانت تختار تبدل بكلمة تانية، تمام. ممكن تقول له تجاهل هذا التصويب لو انت مش مقتنع بيه. دي الاخطاء الاملائية اللي موجودة، وللعمارة طبعا غلط بسيط المسافة، ودي في اختلاف بيها، وفي المفروض تبقى فيه، تمام. فتقدر ايه تغير. فلو انت في حاجة انت مش شايفها مهمة ممكن تقول له تجاهل هذا التصويب. طيب لو انت موافق ممكن تقول له ايه تعديل النص، فهو يبدأ يعدل لك النص للحاجة الصحيحة. طيب ممكن تقول له ابدأ التشكيل، ممكن تشكيل كلي او تشكيل لآخر الكلمات او تشكيل إلزامي. انا اقول له تشكيل كله واقول له ابدأ التشكيل، فبدأ عمل التشكيل بالشكل ده. بعد كده تقدر تعمل له نسخ وتاخده معاك في اي مكان تاني، تقدر تعمل له بيست. طيب في برضو موقع تاني اسمه موقع قلم. طيب هقول له انا عايز المستند الجديد اهوت، تمام. نبدأ نكتب اللي احنا عايزينه، وبعد كده تقدر انت تصدره لي عند جوجل درايف، تقدر انت تترجمه، تقدر تتأكد ان انت مش مقتبسه من اي مكان، فتقدر تشتغل على كاشف الاقتباسات. تقدر تقول له زي التشكيل لو في اي تشكيل موجود. طيب هنا هقول له مثلا العمارة في اهي فشها، تمام، احدى ممكن نغيرها بشكل كبير الى حد بعيد. يبقى هنا اداني مرادفات، اداني تدقيق نحوي، اداني عدد صياغة، اداني معجم، اداني موضوع التنقيط، او تقدر ان انت تعمل تدقيق للحاجة. فاعتقد ان في شوية مزايا هتعجبكم ان شاء الله. زاد في ملحقات لو انت عايز تسطبه عندك على المستندات جوجل، عايز تسطبه على الوورد، عايز تسطبه على الشراكة بتاع جوجل، عايز طبعا المصفح بتاعك ده هيخدمك ان شاء الله.